معي من اسطنبول ياسر الفرحان، عضو المكتب السياسي واللجنة القانونية في الائتلاف السوري. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد ياسر. أنتم كائتلاف كيف تنظرون لموضوع علمانية سوريا؟ هل هي مهددة أم ما زال النسيج السوري بانتهار تام كما كان؟ نحن مع الأسف نرى أن هناك محاولات لحرف الموضوع عن أساس المشكلة. أساس المشكلة لا في علمانية الدولة ولا في إسلاميتها، أساسها في نظام الاستبداد المتموضع على كرسي الدم فوق جماجم النساء والأطفال والأشلاء في سوريا. أساس المشكلة الآن بأن هناك جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق السوريين. أساس المشكلة بأن هناك احتلال ذو صبغة طائفية حاقدة على الشعب السوري ومكوناته من ميليشيات إيرانية تتبع لنظام ولاية الفقيه. أساس المشكلة بأن الروس الذين أرادوا أن يلعبوا دورا ضامنا وراعيا لمفاوضات السلام هم شركاء مع النظام في هذه الجرائم. أساس المشكلة بأن المجتمع الدولي متفرج وفاقد للقدرة وللإرادة على أن يوقف النزيف السوري. ونذهب هنا وهناك ونقول هل الدولة علمانية وما هو شكل الحكم؟ حقيقة هذا شيء مثير للسخرية، مثير للاشمئزاز. رفض المواطن السوري اليوم سيد ياسر لهذه الطائفية التي هناك محاولات دائمة في الفترة الأخيرة لزرعها وتشويه أهداف الثورة التي انطلقت كما ذكرت في بداية حديثك من أجل أو ضد الدكتاتورية، هل تداعياتها تظهر، تداعيات هذه الطائفية، أم أنه إصرار المواطن على رفضها هي التي نجحت في نهاية المطاف؟ الثورة السورية قامت منذ البداية بمبادئ وأسس عدالة اجتماعية تطالب بالحرية والكرامة ولم يكن فيها أي صبغة طائفية. نعلم تماما في المظاهرات التي عمت كل الأرجاء السورية كان يرفع الصليب إلى جانب الهلال، وكانت هناك هتافات تتذكر تماما فدوى سليمان ابنة الطائفة العلوية إلى جانب عبد الباسط الصاروت ابن حمص ذات اللون الواضح بأغلبية مكونات الشعب السوري. كانت تهتف هي وكان يرد مئات الألوف خلفها بذات صحيح طبعا نتذكرها، كان في حلقات خاصة لها لفدوى سليمان على تلفزيون الآن. تماما ونحن نعلم تماما بأن ذاكرتكم أنتم يعني الوسائل الإعلام التي تشكل صوت الحق لن تغيب هذا الواقع ولن تسمح بحرف الأمور في اتجاه هذا الاتجاه. طيب سيد ياسر، لنستفيد من وجودك معنا أيضا لنلقي بالضوء قليلا أيضا على موضوع التهجير. تحدثنا بالتقرير، نتحدث عن تهجير حوالي 60,000 مدني بدمشق. ما الذي يريده النظام أو من يدعم النظام من سياسة التهجير؟ هم يريدون حقيقة تغيير الديموغرافيا، يريدون تغيير المكونات التي تسكن هذه المنطقة منذ آلاف السنين. إيران ذات مشروع ذو سمة طائفية، وأعلنت منذ بداية ثورة الملالي في طهران عن توسيع ثورتها لتشمل ولتسيطر على كامل المنطقة ومنها بلادنا. تريد هي تغيير سكان هذه المناطق إما بتغيير معتقداتهم أو بتغييرهم جذريا بإبادتهم إما بالترحيل أو بالقتل الجماعي. حقيقة هذا ما نعاني وما نشهده وما نشهده كل وسائل الإعلام خلال 6 سنوات مضت، وما تزال مستمرة في ارتكاب هذه الجرائم مع الأسف على مرأة ومسمع العالم. أنا أشكرك جزيلا سيد ياسر الفرحان، عضو المكتب السياسي واللجنة القانونية في الائتلاف السوري، على هذه المشاركة معنا من اسطنبول.